أي طبيب مختص عنده إمكانية يأخذ صورة سنية يقوم بتحميلها على المنصة، والمنصة تقوم بتحليل الصورة ويعطى نسبة معينة للإصابة، فهي تساعد على التشخيص السريع. وهنا عندنا على اليسار عندنا الفيديو، وعلى اليمين عندنا الديتكشن. هنا راني نحمل القناع، هنا بدون قناع. مثال هنا ما هو بالأخضر هم الناس اللي تحترم التباعد الاجتماعي، وما هو بالأحمر الناس اللي ما تحترمش التباعد الاجتماعي. هنا المسافة نتحكم فيها، نقدروا نديروا مسافة 50 سنتيمتر، 1 متر. قمنا بتطوير 5 حلول، حلين لتشخيص الكوفيد 19 و3 حلول لإدارة وتتبع الحجر الصحي. حلين، الحل الأول بتحليل الصورة، الحل الثاني بتحليل صوت المشتبه به، والحلول الثلاثة لمتابعة الحجر الصحي. حل يمكن استخراج تصريحات للتنقل وتحقق منها. منصة لها الهاتف المحمول على الويب اللي تتبع الأماكن والأشخاص في مختلف المناطق لتتبع الوباء وتنقل الوباء على مختلف المناطق. والحل الأخير وهو الحل اللي سميناه العين الذكية، ويسمح بتتبع ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي. هذه 5 حلول تم تسجيلها كبراءة اختراع، 4 براءات اختراع وعلامة تجارية على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وعلى مستوى الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف.